بالشهر الثالث على التوالي تستمر فصائل المعارضة المنضوية في غرفة عمليات البنيان المرصوص بالتقدم في حي المشية بدرعا ضمن معركة الموت والمذلة. الدادة، السلوم، سريتل وغيرها قطاعات دخلتها فصائل المعارضة في المشية حتى باتت تسيطر على أكثر من 90% من مساحة الحي الإجمالية. المشية إذ يعتبر آخر معاقل النظام في درعا البلد، فإنه يشكل آخر أمل لقواته بالسيطرة على جمرك درعا القديم والوصول إلى الحدود الأردنية. وباقتراب الفصائل من أعلانه محررا، فإن أحيان أخرى في درعا ستكون في مرمى نيرانها. رد النظام على تقدم فصائل المعارضة في درعا جاء على شكل غارات وبراميل متفجرة انهالت على أحياء درعا المحررة. 5000 عائلة فرت من أحياء درعا جراء قصف النظام إلى بلدات الريف المحرر، لكن الحظ لم يحالف معظمها بالحصول على مسكن، فلجأت إلى المزارع المحيطة بالمدينة لتحيلها لمخيمات عشوائية تفتقر أدنى مقومات الحياة. اللي عنده خيمة عبنا، واللي ما عنده خيمة بيشتري، الزلم الواحد بيشتري يعني. وهذا الظروف اللي مرت علينا، مأساة كثيرة مرت علينا، وخيم وبدنا أغذية وبدنا صحية، بدنا كل شيء يعني، كثير كثير ناقص بالمخيمات اللي هون. أسا أما صار القصف فلين عوين على المزرعة، فلين على المزرعة أسا متهجرين، إنا شهرين ولا منقرأ شيء اللي بالي بالكتاب، ولا منعرف شو اسم القرايب بفصل الثاني. ياتوا للأطفال هنا نزحوا أيضا عن منازلهم وعن مدارسهم، حيث لم يتلقى أي من هؤلاء تعليما طوال الفصل الدراسي الأخير. شادي السرحان، الإخبارية، درعا.